أنت ربما لما تحدثت معك عبر الهاتف قلت لي أنك تحفظ كتاب الله ما شاء الله، لكن لما كنت في سيارة الإسعاف لما تم نقلك إلى المستشفى كانت فقط آية واحدة فقط في ذهنك. أنا أقول هذه الحقيقة لإخواننا، الآية التي كانت في خلدي وفي ذهني لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يعني هذه الآية سبحان الله ارتسمت. يا إخواننا، عندما تصاب بالكورونا أو تصاب بهذا الداء أو مرض يعني يرديك إلى الموت أو على وشك الموت، فإنك تتذكر لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا تملك أن توصي، أنت أمام الموت مباشرة. ولا أذيع سرا إذا قلت أن يعني حالات الوفاة التي نشهدها اليوم يكفينا إيلاما أننا نودع أحبة بالتليفون، لا نحضر جنائزهم ولا يمكن أن نحضر جنائزهم. وبالمناسبة على ذكر الجنازة أستاذ علي، أنا أعجب من إنسان الفقهاء في الجزائر أفتوه بأن الجمعة يعني أغلقت المساجد لدرء هذه المفسدة الكبرى، وحاكم البلد وغيره، ثم هو يحضر فرض الكفاية. يعني هذا التناقض العجيب. يعني مثلا أنا نحضر فرض الكفاية والجمعة ما نحضرهاش، فلا بد أننا نفهم يا إخواننا أن حفظ الأنفس مقدم على كل شيء.